السلام عليكم، نلتقي مجددا لحل تمرينين في الرياضيات للمستوى الخامس مرجع النجاح في الرياضيات، وهما التمرينين رقم 5 والتمرين رقم 6 صفحة 86. التمرين رقم 5، ألاحظ الشكل التالي علما أن قياس محيطي المربع هو 80 سنتيمتر. أحسب قياس مساحة القرص بالديسيمتر مربع. إذا ما أردنا أن نحول من الآن 80 سنتيمترا إلى الديسيمتر فنحصل على 8 ديسيمتر، أو حتى نحسب قياس الضلع المربع ونحوله ثم نحسب مساحة القرص بالديسيمتر مربع. وهنا نلاحظ أن ضلع المربع هو له نفس القياس مع قطر القرص، ونعلم أن محيط المربع يساوي الضلع في 4، إذن الضلع يساوي المحيط مقسوم على 4. بما أن محيط المربع هو 80 سنتيمتر، فإن ضلعه الذي هو في نفس الوقت قطر القرص يساوي 80 مقسومة على 4 تساوي 20 سنتيمترا، ونحولها إلى الديسيمتر تساوي 2 ديسيمتر. نعرف الآن بأن قطر القرص يساوي 2 ديسيمتر، والشعاع يساوي نصف القطر، لدينا R تساوي D على 2، يعني D مقسوم على 2. وبما أن ضلع المربع هو 2 ديسيمتر، فإن قياس طول قطر القرص يساوي 2 ديسيمتر وشعاعه 1 ديسيمتر. الآن نحسب مساحة القرص بالديسيمتر مربع. نعلم أن قاعدة حساب مساحة القرص تساوي مربع شعاع في العدد بي، أو R في R في بي، إذا نحصل على 1 في 1 في 3.14 تساوي 3.14، وهكذا وجدنا حل التمرين. ونمر إلى التمرين رقم 6، أحسب قياس مساحة الجزء الملون، نأخذ ب يساوي 3.14، حيث يعتبر كل ركن ربع قرص قياس شعاعه معلوم. هنا نرى شعاع هاد القرص هو 10 سنتيمتر، إذن نعتبر أن هذه المساحة كله مربع يقتص من في أركانه 44 قرص ذو شعاع 10 سنتيمتر، وفي وسطه يقتص قرص ذو شعاع 5 سنتيمتر. إذن نلاحظ أن مساحة الجزء الملون عبارة عن مربع ذو قياس طول ضلع 30 سنتيمتر، اقتطع منه في أركانه الأربعة 44 قرص بشعاع قياس طوله 10 سنتيمتر، التي تكون لدينا قرصا كاملا، كما اقتطع في وسطه قرص قياس طول شعاعه 5 سنتيمتر. كما نبين في التفسير التالي، لدينا في الوسط اقتصى قرص بشعاع 5 سنتيمتر، وفي أركانه اقتصت 44 قرص ذو شعاع 10 سنتيمتر. هكذا تكون لدينا قرص بذو الشعاع 10 سنتيمتر. ذو الشعاع 10 سنتيمتر. إذن مساحة هذا الشكل الملون هو مساحة المربع ناقص مجموع هذين القرصين، ناقص مجموع مساحة هذين القرصين. كما ترون هنا،
إذن مساحة هذا الجزء الملون يساوي مساحة هذا المربع ذو الضلع 30 سنتيمترا ناقص مساحة القرصين التاليين، قرص بشعاع 10 سنتيمترات وقرص بشعاع 5 سنتيمترات. إذن مساحات الجزء الملون هي بسنتيمتر مربع أ تساوي 30 في 30 ناقص 10 في 10 في 3.14 زائد 5 في 5 في 3.14. إذن هنا 10 في 10 في 3.14 هي مساحة هذا القرص ذو الشعاع 10 سنتيمترات، و 5 في 5 في 3.14 هي مساحة هذا القرص ذو الشعاع 5 سنتيمترات تساوي 900 ناقص 100 في 3.14 زائد 25 في 3.14 تساوي 900 ناقص 125 في 3.14، ونقوم بإنجاز عملية 3.14 في 125 نجد أنها تساوي 392.50. إذن تساوي 900 ناقص 392.5، ثم ننجز العملية 900 ناقص 392.5 وتساوي 507.5. إذن مساحة الجزء الملون تساوي 507.5 سنتيمتر مربع. وهكذا نأتي إلى نهاية حل هذين التمرينين، وشكرا على تتبعكم إلى تمرين آخر إن شاء الله.